الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال: باب استحباب القميص. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. القميص من الثياب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبسها، وذلك لأن القميص فيه ستر للمرء وفيه أمان من انكشاف العورة، وهو أخف محملاً من غيره. والقميص هو لباس يغطي جميع البدن من قطعة واحدة، وهو يشبه في زماننا الثياب التي نلبسها. فالقميص الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الثياب التي نلبسها في الزمان الحاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، وكان يلبس الإزار، وكان يلبس القميص، ولكن كان أحب اللباس إليه القميص لما ذكرنا من الأسباب. ثم قال رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الإسبال، سواء كان الإسبال في القميص أو في الكم أو في العمامة أو في الثياب أو في الإزار. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين: الحكم الأول تحريمه إذا كان بخيلاء، وكراهته من غير خيلاء. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإسبال حرام، بل هو من كبائر الذنوب العظيمة، سواء كان بخيلاء أو كان بغير خيلاء. بل إن من العجائب أن يقال إن الإسبال مكروه وليس محرم، وقد جاءت الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ليس محرما فقط، بل من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بالنار، وكل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بالنار فهو من كبائر الذنوب. لذلك على المرء أن لا يستجر أنه الشيطان إلى نار جهنم وهو لا يشعر، وإلا فكيف بمسلم عاقل يتسبب بنفسه بدخول النار بسبب سنتيمترات من الثياب. فبينك وبين الإسبال قطعة قماش لا تتجاوز سنتيمترات يسيرة، فكيف بالإنسان يعني يتسبب في بنفسه بدخول النار على قطعة قماش؟ فالمسلم عليه أن يكون كيساً، أن يكون فاطناً، أن يعمل لآخرته، أن يعمل بالأسباب التي تنجيه من عذاب الله عز وجل. فالإسبال محرم، توعد الله عز وجل صاحبه بالنار كما سيمر علينا في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فمن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسق. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمامه إلى الرسق، وهذا هو الرسق، كانت النبي عليه وسلم أكمامه لا تزيد عن الرسق. ولذلك ذكر العلماء أن ما زاد عن الرسق فإنه مكروه، إذا زاد عن الرسق فإنه مكروه، ولم أعلم أحد من العلماء قال بالتحريم، وإنما قالوا بالكراهة. ولكن على المسلم أن يتحرى السنة في مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كمه إلى الرسغ، فهذه هي السنة التي ينبغي المسلم لا يتركها. ثم قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن نتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذه عقوبة عظيمة، والمراد بالنظر نظر الرحمة، وإلا لا أحد يغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى.
أي أن الذي يجر ثوبه خيلاء متوعد بهذا الوعيد العظيم، وأنه يعني لا ينظر الله عز وجل إليه نظر رحمة، فهذا وعيد عليه. وقد ورد في من جر ثوبه خيلاء عقوبات كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وستمر علينا. ثم قال أبو بكر لما سمع هذا الحديث: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا لست ممن يفعل هذا خيلاء. بعض الناس الآن يعني يعارض في هذه المسألة بقول أبي بكر فيقول: أنا لا أفعل هذا خيلاء، يقول أنا لا أفعل هذا خيلاء. نقول: أنت تكذب، ما في أحد يجر ثوبه إلا وفي قلبه شيء من الخيلاء، لأنه ما فعل هذا إلا تجملا، وهذا التجمل لم يكن إلا فيه نوع من الكبر. ولذلك كان من صفات المتكبرين المتجبرين أنهم يجرون ثيابهم تكبرا وبطرا. ثم إنك لست كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لم يلبس إزارا في الأصل يكون يعني يكون تحت الكعبين، وإنما كان يسترخي هذا الإزار فيتعاهد أبو بكر بالرفع. فهل أنت تفعل مثل ما يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لذلك من المغالطة أن يستدل بقول أبي بكر أنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لست من يفعل ذلك خيلاء، بأن الشخص يعني يجر ثوبه خيلاء ويقول أنا لست أفعل ذلك خيلاء. نقول: يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهذه متلازمة مع أن يجر الثوب، أنه يجر ذلك تكبرا، وإن لم يكن يعني جره خيلاء فإن هذا العمل يجره إلى الخيلاء. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من عقوبة الله عز وجل بسبب هذه القطعة من القماش. ثم في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره بطرا. والبطر والخيلاء والتكبر يعني بمعنى متقارب. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان أن كل ما تحت الكعبين ففي النار، سواء قال أنا لم أجره خيلا أو أنا لم أجره بطرا، أنا لم أجره تكبرا. هذا الحديث يقضي على كل هذه التأويلات. كل ما كان تحت الكعبين ففي النار، كل ما كان تحت الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين في حديث سيمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وما أسفل من الكعبين ففي النار. فدل على أن الأمرين من كبائر الذنوب، سواء جريت خيلاء أم كبرت وقلت أنا لم أجر خيلاء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين في حديث وبين أن كلا الأمرين محرم وكلا الأمرين من كبائر الذنوب العظيمة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لباسه، وأن يجعل ولأن لا يجعل هذا اللباس الذي هو من نعم الله عليه سببا في دخوله إلى النار. وهذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على أن المرقد يعذب ببعض بدنه، يعني يعذب بعض البدن دون البدن كاملا، وهذا له نظائر في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فالعقب هو الذي توعد بالنار. وهنا في هذا الحديث أن ما أسفل من الكعبين هو الذي يعذب، أن ما أسفل من الكعبين هو الذي يعذب، وعذاب الله عظيم، نسأل الله أن يجينا وإياكم منه. ثم قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر هذه العقوبات العظيمة، عقوبات عظيمة. لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني كلام رحمة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني كرر هذه العبارة ثلاث مرات تأكيدا لها وتعظيما لشأنها. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ فمن هم هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. هذا الحديث حمله بعض العلم على أنه في من جر ثوبه خيلا، وظاهر الحديث أنه يشمل كل المسبلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق لسانا، فقال في هذا الحديث: المسبل إزاره،
فدل على أن المسبل يدخل في هذا الوعيد، أن المسبل يدخل في هذا الوعيد سواء جره خيلاء أو لم يجره خيلاء. وبعض العلماء يقول هذا الحديث في من جر ثوبه خيلاء قياسا على حديث أبي بكر الصديق الذي مر علينا قبل قليل. ولكن كما ذكرنا أن الحديث سواء شمل الذي جره سواء شمل الذي يعني جر ثوبه من غير خيلاء أو لم يشمله، فإن الأحاديث الأخرى تدل على التحريم مطلقا. قال وفي رواية له المسبل وزارة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. إذن الإسبال قد يكون في الإزار، قد يكون في القميص، والقميص كما مر علينا يكون إسباله بزيادته عن الرسخ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس. وأما العمامة قالوا بإطالته عن المعتاد عرفا، فإذا طال العمامة عن المعتاد عرفا صار هذا من الإسبال. فكل هذا يعني يدخل في الإسبال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من جر هذا العمل خيلاء سواء العمامة أو القميص يعني أسبلها خيلاء وتكبرا فإنه داخل في هذا الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.